استاذ ورئيس قسم التاريخ بكليه اداب جامعه القاهره، استاذ الدكتور محمد عفيفي، وانتظروا حوار ممتع معه كالعاده. مساء الفل. مساء الخير يا فندم. منورنا النهارده. الله يخليك يا فندم. القاهره الخديويه عايز اعرف حدودها تبدا فين وتنتهي فين؟ القاهره الخديويه بدات في المنطقه اللي هي غرب المدينه القديمه اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، القاهره الفاطميه زي ما بيقولوا، او القاهره التاريخيه بالظبط، من عند ميدان العتبه كده، سواء العتبه الخضراء او العتبه الزرقاء دي لها قصه، لحد ميدان التحرير او ما كان يعرف بميدان الاسماعيليه او ميدان اسماعيل باشا. دي كانت بدايات القاهرة الخديوية، التوسع نحو الغرب، وده كان تطور كبير جدا، أو إنشاء مدينة جديدة في الحقيقة بجانب المدينة القديمة، مدينة جديدة خطفت الأضواء. اعرضوا الصور يا شباب. مدينة جديدة خطفت الأضواء من المدينة التقليدية القديمة اللي كان بقالها مئات السنين. ده كله في الحقيقة لازم نقول إنه مبادرة من الخديوي إسماعيل اللي ظلم واللي لم يخص حقه في التاريخ للأسف. طيب، هي دلوقتي موجودة، ده الخديوي إسماعيل طبعا، هي موجودة من العتبة بس لحد ميدان التحرير. حاليا دي بدايات القاهرة الخديوية، ممكن تمتد بقى يعني ايه بعد كده للامتدادات اللي حصلت في عهود تالية على الخديوي إسماعيل، زي جاردن سيتي مثلا في عهد الخديوي. ده تعد قاهرة خديوية؟ لا يعني القاهرة، اما بنتكلم على القاهرة التاريخ الخديوية هي دي المقصود بكده، لكن حصل توسعات لان الجاردن سيتي ده في عصر الخديوي عباس حلمي الثاني مثلا، الزمالك امتداد ليها. هل كان طبيعي انه كل خديوي يجي ينشئ حي مثلا يضيف حي؟ دي طبائع العائلات المالكة وتقاليد الاسر المالكة دايما، اللي هو انشاء منشآت وقصور وأحياء، فعشان كده بنجد الأمور دي واضحة في الفترة دي، إضافة إلى كمان زيادة عدد السكان القاهرة. طبيعي نتوسع في بإنشاء المدن زي ما احنا بنعمل حاليا. القاهرة هي عاصمة مصر، وفي لحظات زي ما اتكلمنا في مصر الفاطمية أو مصر التاريخية المملوكية كانت عاصمة العالم كله في الحقيقة، فالقاهرة بتتوسع وعدد السكان بيزداد، فبالتالي كان لابد من التوسع، والتوسع أتى إلى الغرب لأن المصري فلاح، المصري إلى وقت قريب ما كانش يحب يسكن الصحراء، عشان كده التوسع في الصحراء كان نادر جدا جدا، أن يسكن المصري الصحراء أو أنه يبعد عن النيل ويسكن الصحراء أو حتى يسكن الجبل وهو المؤطر. من مهندس إنشاء القاهرة الخديوية؟ في الحقيقة لازم نذكر بالفضل علي باشا مبارك. علي باشا مبارك ابن الفلاح المصري، يعني ده كان فلاح وتعلم في ظروف صعبة جدا، وعرف بعد كده أنه أبو التعليم لأنه وضع أسس التعليم، لكن هو كمان هو المهندس بالظبط. لا مش عارف اذا كان الصوره هي دي بتاعته علي باشا مبارك. لا دي مش صوره علي باشا مبارك يا شباب. علي باشا مبارك كان هو له صوره شهيره بالدقن البيضاء دي. علي باشا مبارك هو من تعلم في القاهره ثم ذهب الى باريس واصبح واحد من انبغ المهندسين على مستوى العالم، ولعب دور مهم جدا وعمل تطور كبير جدا في تاريخ العمارة وفي تاريخ العمران بفضل الخديوي إسماعيل، اللي هو نشأة ما عرف به نظارة الأشغال العمومية اللي أصبحت بعد ذلك وتطورت إلى وزارة الأشغال العمومية. دي بقى عملت كل اللي حضرتك أو أشرفت على كل اللي حضرتك شايفه دي، لأنها كانت أكتر من وزارة إذا قارناها بالوقت. يعني المهندس اللي بنى القاهرة الخديوية علي باشا مبارك اللي صمم، يعني اللي أشرف على يعني هو المهندس التنفيذ، هو المشرف الأكبر على هذا المشروع الخديوي إسماعيل. بس القاهرة الخديوية هي مفروض نسخ، اتبنت
لحي في باريس اتأثرت بشكل كبير جدا بالعمران، التسع عمارات اللي في وسط البلد. العمارات دي مرحلة لاحقة يمكن في بداية القرن العشرين، لكن التخطيط كان في الأول قصور وسرايات. يعني العمارات دي ما كانتش موجودة من أيام الخديوي إسماعيل. دي تحولات حصلت في مطلع القرن العشرين. دايما المدن بتعيد تنظيم نفسها وتجديدها. فلو تفتكر من ضمن الحاجات الجميلة مثل مسلسل ليالي الحلمية عن الحلمية الجديدة، لما قال السرايات والبيوت اتهدت وطلع مكانها عمارات. مجموعة العمارات اللي في وسط البلد دي كانت إعادة تنظيم ل يعني كانت مكان فيلات وقصور، قصور وسرايات. تم بناء هذه العمارات على النموذج الفرنسي. طبعا النموذج الشهير في فرنسا وفي أوروبا بأشكال بشكل كبير، وكان في مهندسين كبار. يعني مثلا في ممر في وسط البلد بهلر، ممر بهلر كتير من الناس ما تعرفش ان ده مهندس سويسري شهير وعمل شركة كانت شركة استثمار في القاهرة ومصر. مصر كانت الاستثمار فيها مربح بشكل كبير جدا. في رواية يونانية كتبها واحد يوناني كان عايش في مصر، بيقول مصر بيتكلم على القرن العشرين، يعني نصف القرن، اللي بيمشي فيها يكسب أموالا ويكسب فلوس. فكان الاستثمار كبير جدا. عشان كده هنلاقي كان في جنسيات كتيرة في مصر. طبعا طبعا من أشهر الجنسيات طبعا اليونانية بشكل كبير جدا، هي الجالية رقم واحد من حيث الأجانب، يليها الإيطالية. طب إيه أبرز معالم القاهرة الخديوية؟ القاهرة الخديوية الخديوي إسماعيل أنشأها في إطار مشروع يعني كبير، اللي هو الخديوي إسماعيل كان عايز يستقل عن الدولة العثمانية ويعيد مجد مصر الدولة المستقلة المتحكمة في المنطقة كلها. وعلشان كده كان عايز يبني عاصمة كبيرة جديدة ويحتفل بحفل بعد افتتاح قناة السويس 1869، ويوري لأباطرة وملوك أوروبا مصر والآثار القديمة والمدينة الجديدة، وبالتالي يدعموا في مشروع استقلاله عن الدولة العثمانية. ولو كان نجح الخديوي إسماعيل في مثل هذا المشروع أو كم يعني قدر له أن يستكمل مشروعه، كانت مصر انتقلت نقلات كبيرة جدا في الحياة. لكن القاهرة الخديوية زي ما حضرتك ذكرت لم يبنيها بالكامل الخديوي إسماعيل. لا طبعا بل تطورت. جاء من بعده طبعا طبعا تطورت، لأن هي بتتغير معالمها بشكل كبير جدا. لكن الملامح الرئيسية اللي بناها الخديوي إسماعيل في الحقيقة قصر عابدين، وده تطور كبير جدا. ده ينتمي إلى القاهرة الخديوية؟ طبعا ده امتداد المنطقة عابدين، هي من المناطق اللي ما بين القاهرة العتبة والتحرير لو حركت. فهو بنى قصر عابدين طبعا، وده كان تطور كبير جدا، مساحته كبيرة جدا. مش بس كده، تطور في النظرة إلى الحكم. كان قبل كده الحكم من القلعة، من القلعة فوق، ودي طرائق العصور الوسطى. لكن إسماعيل درس في فرنسا. إسماعيل راح ودرس في فرنسا قصر عابدين وراح ودرس في فرنسا، و من هناك شاف المدينة المدن الجديدة وكيف تحكم، وبالتالي قال لا لازم يبقى في قصر على الأرض قريب من الناس مش القلعة. يعني هو اللي نقل الحكم طبعًا من القلعة إلى القصور. طبعا طبعا قصر عابدين كان نقلة حتى في شكل الدولة الحديثة. وعشان كده هينشئ مجلس شورى النواب برلمان، هينشئ معلم لأي مدينة حديثة، دار أوبرا في 1869 مع افتتاح قناة السويس هينشئ دار الأوبرا القديمة. دار الأوبرا القديمة دي كانت تحفة، تحفة معمارية بنيت على أساس أو وفقا لأوبرا ميلانو. دي وكان مكانها ميدان الأوبرا. كتير من ما يعرف الآن بميدان الأوبرا، يعني منطقة ميدان الأوبرا، والناس لحد دلوقتي بتسميه ميدان الأوبرا، مع ان الأوبرا اتحرقت 1971 بس لا يزال ميدان الأوبرا، لان دي ذاكرة الناس والذاكرة لا يتم تغييرها على مدار السنين. صعب
صعب، عشان كده هنلاقي مسميات كتيره ما يزال في القاهره الخديويه على سبيل المثال ما يزال الناس بيذكروها رغم ان الاسم بتاعها اتغير. فميدان الاوبرا مثلا زي ميدان رمسيس اتشال منه رمسيس، زي ميدان رمسيس لسه ميدان رمسيس، وكان بعض الناس بتسميه باب الحديد. باب الحديد لان هو من ايام صلاح الدين جزء من السور القديم، وكان هناك باب حديد زي ما قلنا في المدينه القديمه. فلحد دلوقتي باب الحديد وكوبري الليمون، لان كان في كوبري اللي بيربط شبرا بباب الحديد. فاحيانا فالمسميات فاحيانا ايه عشان يسمى بكوبري الليمون افندم؟ عشان يسمى بكوبري الليمون لان كان في ربط ما بين منطقه ما يسمى الان رمسيس وشبرا، فاتسمى هذا اتعمل كوبري وتسمى كوبري الليمون. المسمى كان غريب في الوقت ده، للاسف ما عرفتش اوصل لليه الليمون بالذات، لان الاجداد كانوا دايما يقولوا كوبري الليمون اللي هو موازي لنفق شبرا وكده. فالمهم الخديوي اسماعيل كمان انشا اشياء رائعه، بدايات العمران في الزمالك بالقصر الشهير اللي بقى عمر الخيام، فندق عمر الخيام ثم فندق ماريوت، علشان يستقبل فيه الامبراطورة اوجيني ملوك مش بس اوجيني. طبعا اوجيني ارتبطت بي عشان القصص الشعبيه الشهيره بالعالم. لا خالص، ده كان حفل كبير لكل اباطره وملوك وامراء اوروبا تدعيما للمشروع بتاعه اللي هو استقلال مصر. طيب بس هو راح الخديوي اسماعيل طلب من نابليون الثالث حاكم فرنسا ان يرسل له المهندس الفرنسي اللي انشا له عثمان وسط باريس، مدى تحقق تاريخ عثمان هو الخديوي اسماعيل كان على معرفه جيده بباريس، لانه درس وهو شاب وفي عهد جده محمد علي باشا، كان من ضمن البعثات اللي راحت، وهناك قابل علي مبارك بالمناسبه، وعشان كده هو يعرف علي باشا مبارك المهندس الكبير وعهد اليه بهذا المشروع الكبير اللي هو وزاره الاشغال العموميه وانشاء المدينه الجديده. فهو طلب من علي مبارك ايوه بالظبط. فهو طلب من فرنسا المساعده في هذه الامور، وكان من اشهرهم المهندس عثمان اللي انشا واشرف على كتير جدا من الاشياء في باريس. ففي الحقيقه خديوي اسماعيل استفاد وجعل القاهره قطعه من اوروبا زي ما كان حلمه. يعني جاله المهندس الفرنسي اشرف على كل ده واستعان ومع علي مبارك واستعان كمان بمهندس اخر فرنسي ديشاي اللي صمم ونفذ حديقه الازبكيه، يعني من ضمن المعالم التي تذكر للخديوي اسماعيل. حديقه الازبكيه لم تكن بالشكل اللي عليه الان، دي كانت حدائق اشبه بغابات بولون في باريس، غابات كبيره وواسعه. كانت غابات طبعا حدائق غناء فيها محلات ومطاعم متعدده، مطاعم ايطالي وفرنسي ويوناني وفيها في حديقه الازبكيه واكشاك للموسيقى، واصبحت هي الرئه التي تتنفس منها القاهره. فحديقه الازبكيه لما نقرا اللي اتكتب عنها او الصور القديمه ليها دي حاجه كده يعني يحكى عنها. لكن الخديوي اسماعيل وهو قاعد في القلعه بيدير الحكم وهيأسس وهيأسس القاهره الخديويه، اللي اختار بالنسبه لنا النهارده ما يسمى بوسط البلد، يعني ليه ما راحش في اتجاه خلف القلعه يعني اللي هي النهارده ضواحي بقى مدينه نصر ومصر الجديده وكلام. السكن في الصحراء المصري ما يحبش السكن، كان ما يحبش السكن في الصحراء، عشان كده كانت حدود المدينه يعني القلعه كانت القلعه وما يطلعش المقطم يعني قليل، يعني الاحياء اللي هناك نادره جدا لان سكن الجبل برضو بالنسبه للمصريين مش حتى في الصعيد يعني لا تهويهم
حتى في الصعيد الجبل ده للمطاريد. فطبيعه المصري الارتباط بالنيل بشكل كبير جدا. والصحراء الصحراء ما كانش يسكن فيها المصري. عشان كده مثلا معركه الريدانيه اللي كانت ما بين السلطان سليم الاول والسلطان تومان باي، الريدانيه دي نفاجئ بها انها العباسيه، لان دي خارج المدينه، دي الصحراء، دي الصحراء، دي الصحراء. يعني سكن الصحراء ده قصه تانية. وكان البطل فيها في الحقيقه البارون امبان.